بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، مسألة السايزنج أنا عندي كالعادة زي نفس السيناريو اللي أنا عملته في البوتون هعمله برضه في السويتش يا جماعة، هعمله في أي كومبوننت تاني. عندي بالنسبة لمقاساتي 3 مقاسات، إما إنه يكون تايني، إما إنه يكون سمول، إما إنه يكون لارج. طيب اوكي، لو انا اكتبها فين في الكلاس بتاعي؟ يعني انا ممكن اكتب سويتش تايني او اكتب تايني سويتش، مش راح تفرق معايا. الناس عارفه كويس اني مساله الاي دي والكلاسز ديت بتتنادى، مش شرط بالترتيب. وده هنخليه مثلا سمول، وده هنخليه لارج. لا انا عملت كنترول اس وريلود، ونحاول نشوف الفرق. ده التايني، ده السمول، وده اللارج. ده بخصوص المقاسات اللي انا ممكن اقدر اعمل بيها كنترول على احجام السويتش بتاعي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.